طب يلا مين اللي عليه الدور يشتغل؟ مين عليه الدور؟ مين حابب يشتغل؟ طيب شكلكم مش جاهزين تشتغلوا. هندي بريك 10 دقايق، اللي موجودين يحضروا عشان يشتغلوا، اللي ما اشتغلوش. عندي أمنية وسعيدة وداليا ومي، وفي ناس طلعت من الشات أول لما طلعت من البتاع أول لما ابتديت أقرأ الأسامي. شيماء شوقي، يعني سعيدة جاهزة تشتغل. طب يا سعيدة أنا هدي البريك 10 دقايق برضو، تروحوا تستعدوا وكده وتحضروا نفسكم عشان ترجعوا تشتغلوا. يلا سلام مؤقت، هعمل بوز للريكوردينج، ويا ريت لما نرجع تقولوا لي. باي باي مؤقتا. مين هيبدأ؟ سعيدة جاهزة سعيدة ولا لا؟ إن شاء الله بإذن الله. طيب يلا يا سعيدة ابتدي. إيه تمام؟ إيه disabled يا مستر؟ Okay guys, now let's check. Okay, wait a minute from the current slide. Okay, now let's check. Now just you read the sentence and write the missing parts in the chat box. Okay, this is sentence one. Read and write in the chat box. Read the sentence and look at the picture and tell me what is the correct answer, okay? Clinic, okay, Omnia. Who's next? Okay, Marwa, clinic, that's right. Hospital, good. Clinic, hospital. Okay, now let's check the correct answer. Yes, she works at hospital. Good, great. Next sentence, she works in what? She works in what? Now write the correct answer in the chat box. Okay. School, school, school. Very good. Excellent. Yes, she works in a school. Next one. Read and write in the chat box. Okay, that's. Okay, four. Next one. Four. Okay. Sentence number four. Read and write in the chat box. Hotel. Okay. Okay, Omnia. Who's next? Okay, my Marwa. Thank you. Yes, we can see a concierge in the hotel. Okay, that's right. Now I will give you a link in the chat box and try to click on the link and answer quickly, okay? Wait a minute. Now click on the link and start. سعيدة انت كده خلصتي خلاص، ان احنا قايلين الصبح ما حدش هيخش على اي لينك ولا حتى يعمل اي كويز ولا اي حاجه. اشتغلي اشتغلي okay. شغلك اللي انت اشتغلتيه ده بس. خلص اوكي كده انا فيش. ماشي طيب. ستوب شير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا يا سعيدة منور. سعيدة خدت 2 دقيقتين و34 ثانية بس في الشغل بتاعها اللي كان عامل، وطبعا كان عامل حسابها ان هي تكمل بالايه بالكويز ولا بالفورم اللي هي عاملاه.
طبعا برضو سعيدة نفس الموضوع قالت وتمنت في أول الشرح وهي بتشرح، وإحنا قايلين متفقين إن إحنا ما نقولش الجملة دي أصلا خالص. دخلت وقالت وشرحت وقالت يعني الانستراكشنز، بعد كده ظهرت الجملة وأنا توقعت إن هي تقرأ، لأن ده كان التراية اللي داخلة علينا بيها، بس ما قرتش. الحمد لله الحمد لله. تمام. طيب عشان سعيدة ما حضرتش معانا أول اليوم خالص الصبح، عملت اللي هي عملته ده، سألت السؤال انت جاوبته قالت لكم صح، ان اللي على بعده سألت السؤال انت جاوبته قالت لكم صح، ان اللي على بعده. لا احنا عرفنا الصح صح ليه، ولا الغلط غلط ليه، ولا اي حاجة. احنا يا سعيدة بنعمل probing للإجابات، يعني ما حدش بيقول لي إجابة اقول له برافو عليك شاطر، سواء كانت صح او غلط. لازم اقول له ليه، عرفت منين، اثبتها لي، ورهاني ايه اللي خلاك تجاوب كده. كل ده هو اللي يثبت او يبين هل الطالب فاهم ولا بيهبد ولا بيعمل ايه. فاحنا لازم نعمل الكلام ده. طبعا لما تتفرجي على الفيديو بقى هتبقي فاهمه احنا بنعمل ليه. في شويه شويه حاجات كده، يعني انت كاتبه at hospital at hospital، هل ينفع اقول at hospital؟ كاتبه in the hotel in the hotel، يعني هو اوتيل واحد بس. ممكن اجاوب ولا؟ انا جاوب. هي اوريدي موجوده في الكتاب كده بتاع كونكت بلس، اوريدي موجوده كده يعني. انا شيكت عليها اكتر من مره، لا لقيتها مكتوبه كده في السنتنس بالظبط، مكتوبة كده بالسنجلر ولا بالحرف. البلورال؟ لا بالحرف والله والله، يعني انا ما حاولتش اغير فيها عشان ما بقاش في دروب، لان النقط دي بتلخبط فعلا، فما غيرتش فيها لانها اوريدي موجوده كده. مش خلاص طالما جايبها من الكتاب يبقى احنا قلنا الكتاب صح، مفيش مشكلة خالص. بس برضو مش عارف، خلاص مش هتكلم بقى طالما جايه من الكتاب. حاطة اتنين صورتين في سلايد واحدة، ما اعرفش برضو انت كده من حزب اختك رواد، انتوا الاثنين من حزب البخلاء، حاطين حاطه لي اتنين صوره في سلايد واحده، ما اعرفش ليه. ابقى حطي كل صوره في سلايد واحد. طيب سؤال معلش، نعم. انا حاطه دلوقتي سؤالين في السلايد، فاوريدي ان كل سؤال له صوره، يعني سؤال واحد في السلايد مع صوره واحده في السلايد. ينفع على خلاص فكره، اصلا انا انا سالت سالت السؤال الدكتور، ده قبل انا كده سالت وانا الدكتور قال لي ينفع، مفيش مشكله، مفيش خطر على الصحه خالص، لو حطيت صوره واحده في سلايد واحده وجملة واحدة تمشي جدا جدا، يعني لا دي اصلا انا قبل كمان كده أفيد سالت، للبنكرياس، يعني الموضوع ده ماشي بيأثر والطحال بالمرة، بس أصلا أنا والطحال. لأني سألت السؤال ده قبل كده، يعني المفروض المحتوى أو الكمية الانفورميشن موجود المفروض تكون في السلايد قد إيه؟ ما حدش اداني إجابة واضحة، فأنا قلت خلاص بجد والله هتسألي ما حدش اتنين. اداك إجابة واضحة، لا والله حتى يبقى لو احنا استنيت في غلطانين محاضرة فعلا. دكتورة رقية عشان هي تقولها ما لقيتهاش، أنا ما أعرفش فعلا الكم صح، المفروض يكون في السلايد احنا قد إيه؟ فعلا ما قلناش، واحنا قبل كده وزنين وقايلين من ربع لتلت كيلو في السلايد الواحده، بقى احنا ما قلناش احنا نحط قد ايه في السلايد. حاضر يا سعيد، حاضر، اديني بقولها يا سعيده، بما اننا ما قلناش ان هي السلايد بتشيل حاجه واحده بس. حاضر اوكي، يعني شكرا، جملة وصورة. تمام الحمد لله، رضا تمام هننهب، الحمد لله. هتعوز ايه ده تاني قبل بعد الأكل كده؟ ولا بعد الأكل بقى؟ في النص وانت بتاكلي كده. طيب برضه سعيدة بتقولي she works in what؟ she works in what؟ يس بلاش اوكي الطريقة دي، خلينا نجاوب إجابات عادية كده. تمام. طيب ماشي. طيب حد حابب يزود حاجة؟ هل هناك من أحد حابب يزود حاجة؟ طب in general يعني انا كده ايه بقى، ماشيه صح ولا ماشيه غلط؟ لا كلها صح، كل الحاجات اللي انت عملتيها دي حاجات بسيطة قوي، يعني مش يعني اصلا لو عملتيها في الكلاس ناس برضه هتتبسط تقول شغل حلو وجميل وكل حاجة، بس احنا بندور على حاجات اللي عارفة خلاص، يعني وصلنا لاخر المنحة، ما ينفعش ان انت تكوني مثلا بتخش معانا وتشتغلي وبعدين تعكي نفس العك اللي كنت بتخشيه قبل ما تخشي، لا ما فيش الكلام ده، بس احنا بنظبط يعني كده حاجات العك بسيطة كده. تدور ولا؟ بقيتي تعكي احسن بكتير، برافو سعيد، كملي عك كمان، كملي عك، انت هايلة. ماشي. ها مين تاني حابب يشتغل بعد اختكم سعيدة ما هبدت علينا المعبد؟ مين؟ ماشي ماشي يا مستر حاضر، أنا أسماء. انا ناس، مش أبدأ الوقت، اتفضل اتفضل حضرتك. يلا
Okay. Here, please. I want you to find the gerund in each of these examples, okay? And tell me, is it being used as a subject or object or after a preposition, okay? Here, sentence one, please write in the chat box. Okay, guys, write in the chat box. See the gerund in the sentence, read the sentence carefully and see where is the gerund and write it in the chat box. Okay, laughing, very good. Yes, that's correct here. Laughing, okay. Who can tell me this for, this is an object or as a subject or what? Or as a preposition? Okay. After preposition, excellent. After preposition, good. Okay, let's go to next sentence. Wait, can't move. Here. Can you guess what the girl doing? Can you guess what she likes to do? What she likes to do, yes? Huh. Reading, yes, thanks. Very good. See, okay, read the sentence carefully and please tell me where is the gerund in this sentence, okay? Marwa Samir, she likes reading. Yes, okay. Reading, yes. Please see the gerund in this sentence and write it here. Reading, yes, reading. Okay. So where is the gerund in this sentence? Reading. Okay. Is it a subject or as an object or after preposition? As an object. Thanks, Marwa. Okay, Mia. Okay, thanks, Kai. So this reading, okay, as an object. Okay, see, can you guess what he's doing? This boy? Okay, guys, can you guess? Jumping, yes. Okay, see the sentence? Okay, and tell me where is the gerund, right? Okay, jumping, good, jumping. Okay, jumping. Okay, can you tell me this is as an object or subject or after a preposition? Subject, very good. Jumping, subject, okay. Here, jumping as a subject here, okay. Huh. Can you guess this one? Okay. What he's doing, this boy? Uh-oh. Okay. Running. Yes, very good. Is it for as a subject or object or after preposition? Sorry. Okay. So running is a gerund as a subject here. Okay. So can you tell me what's good for your health? Like running, like what? Can you write in the chat box? Anything you can see it good for your health? Okay. Eating healthy food, yes. Walking daily, yes. Swimming. Okay, guys. Thank you. Thanks. I'm funny. ماشي تمام. وانت اسماء مين؟ اسماء خليفة؟ اسماء. واحنا عندناش غير واحدة اسماء صح؟ معلش يا مستر انا عندي مشكلة في اللاب عمالي يهنج مني ومتزعلني او مش عارفة فيه. لا ما تزعليش. انا بحاول دلوقتي
اعمل حتى بريك مش عارفه. انت بتشرحي ده ده درس الكي جي ده؟ لا لا مش كي جي، هو ده الدرس اللي حضرتك كنت وزعت علينا حاجات في الجرامر نعملها في الجوجل على درايف، هو ده انا خلاص. انا بس انا عارف انت كل شغلك كي جي، فاتفاجئت النهارده ان انت بتعملي ده فقلت اسال بس. تمام ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللابتوب بايظ ومنيل بنيله، وده مأثر عليكي فمهبطك بنسبه 70%، ويعني كان المفروض تبقي متحمسه اكتر من كده زي كل مره، بس انت يعني هبطتي حبطه مش لطيفه، وده مش كويس. يعني حتى لو اللاب منيل بنيله ومش شغال، بس هو شغال اهو، ما انت عملت البرزنتيشن بتاعتك، كان المفروض تبقي متحمسه هي اكتر من اصلا كده. كانت معموله بصراحه، هي كانت معموله بس لا انا انا مش اقصد عارفه. عملتي، يعني اشتغلتي، اشتغلتي مش عملتي، يعني عملتي مش كرييتد. لا انا بتكلم انت اشتغلتيها، بس انت اللابتوب مقريفك فالاداء هبطان. كنت مستني ان تكوني متفاعله اكتر من كده، بس مش اشكال. طب في حاجه بسيطه كده خالص عايزه اوجه نظرك ليها. انت مثلا وانت بتتكلمي قلتي تو فاوند، فهي تو فايند، بس دي عاديه احنا قلنا يعني ايه، بس بنركز ان ممكن انا اتكلم بقول حاجات مش مظبوطه. الهيدنج بتاع الكويستشن بتاعك كان حوالي 2 كيلو ونص لوحده، كتير او كبير، عشان هو انت طالبه اكتر من طلب، فكان ممكن يتحط بوينتس مثلا عشان تبقى فرق الكلام مثلا ولا حاجه. طبعا الكام مش مفتوحه احنا ما اعرفش ليه، بس ممكن يكون اللابتوب عشان بايظ. انا اصلا كنت داخله من الموبايل وبعدين دخلت من اللابتوب ونسيت افتح الكام، انا اسفه جدا مفيش يعني مشكلة. لسه فاتحه اللاب دلوقتي. عادي مفيش مشكلة. طيب وانت بتشرحي بقى، انت قلتي ايه؟ بص في الجملة وطلع لي الجيرند وقول لي هو subject verb ولا preposition مثلا. ماشي، فعدت الجملة الأولانية مظبوط. الجملة التانية حبيتي إن أنت تعملي مناقشة فيها، مع إن المفروض ملهاش مناقشة، يعني إحنا بنناقش لما يكون في حاجة تتناقش، دي مش مناقشة. فأنت قلتي what she likes to read، what she likes to read الجملة الـ question نفسه مش مظبوط، عشان المفروض أقول what does she like to read، بس لما أجي أجاوب المفروض أقول she likes to read، مش أقول reading، عشان أنت سألتيني قلتي لي what she likes to read. فاهمة؟ وصلت؟ ايوه صح صح معرفش بقى مروة وسمير قالت لك she likes to reading أو حاجة، أو أنت وأنت بتقري وأنت بتقري الإجابة بتاعتها قلتي she likes to reading، قلتيها مرة أو مرتين، معرفش هل مروة وسمير كتبت كده أصلا ولا أنت اللي وأنت من السرعة استعجلتي قلتي كده، مش عارف. طبعا لا انا كاتبه reading. إيه؟ لا انا كنت كاتبه reading بس ما بس مش كتبتش تمام. reading. هي قالت كده أظن الناس ما تقول she likes to reading، هي متلخبطه كده كده بسبب ان هي قرفانه من الموبايل من اللابتوب، فعادي يعني اعتبر ان هي هتعمل مره تانية عادي. البروبينج كويستشنز ما كانش كفايه، ما كانش كفايه. ليه ما كانش كفايه؟ عشان كنت يا دوب بتقولي الكلمه ايه هي الجيرن، يقولوا لك ريدنج، قلت لهم طيب دي سبجكت فيرب ولا بريبوزيشن، طيب شكرا انا اللي بعدها، انا اللي عارفها، انا لازم اعرف انت ليه بتقول، اشمعنى بتقول كلمه ريدنج، ليه ما تبقاش كلمه هيلث اللي هي اصلا وانت بتشتغلي راحت جت عليها سيركل، انا ما اعرفش جت عليها سيركل ليه وبعدين رحت شايلاها، فكان المفروض تخدمي الموضوع اكتر شويه. وبعدين انا عايز اعرف هو ليه قلت كلمه ريدنج دي ان هي بريبوزيشن. هم شرحوا قالوا، او دي ممكن تقريبا الحاجه اللي اتعملت، لا دكتورة هبة هي اللي قالت after a preposition after without، هي اللي شرحت، انت ما شرحتيش او ما علقتيش اشمعنى دي بتقول عليها object او subject او preposition، كان المفروض تسألينا عليها عشان نعرف تعرف احنا فاهمينها ولا مش فاهمينها. وبعد كده دخلتي بقى، دي ممكن تبقى حاجة حلوة في الآخر اللي هي انت عاوز ايه والهيلث مش عارف ايه اللي انت قلتيها، بس رحت لما الموضوع على طول عشان كنت تقريبا واخدة بالك ان الوقت هيضيع هيخلص فسكت فسكت. شكرا يا اسماء، تسلم يا رب.
وبعدين ممكن أسأل سؤال؟ سؤال. طيب دلوقتي ما بعد ما يجاوبوا لازم أسألهم هم اختاروا الإجابة دي ليه صح كده؟ أو مثلا how did you know that أو prove it مثلا ولا؟ طب الهدف منها إيه؟ ما هو عشان ما يبقاش الإجابات بالهب أو بيبقى بالصدفة، فأنا عايز أعرف. إحنا اتناقشنا في الموضوع ده كتير، وبالذات في اليوم بتاع اللي هو why do we ask questions أو بتاع الquestioning اللي إحنا بنات، قلنا إن أنت ممكن يكون تكون أنت متأكد 100% إن الطالب ده سرحان وما سمعكش وتيجي تسأله يجاوب. فما عملها إزاي؟ ممكن تيجي بالصدفة، ممكن تيجي بالحظ، ممكن يجي بأي كلام. بس أنا بقول عندي أنا بسألك سؤال تاني عشان أعرف أنت صاحي ولا لأ. يعني مثلا لو سألنا الجملة بتاعت مش عارف إيه running is مش عارف إيه why did you choose running يا حبيبي؟ ليه أنت بتشوف إن running دي جيرند؟ because it has a final E I N G. ماشي؟ ممكن ألخبطه قوي وأجيب مثلا جملة فيها is reading عشان أشوف هو فاهم الجيرند فاهمه ولا مش فاهمه. بتبقى انت حسب اللي انت عايزه. كنت حطاها وشلتها لان حضرتك مره قلت لنا ما انتوا بتلخبطوهم ليه، انتوا يعني بتعملوا كنت فاكره حاجه زي كده حضرتك قلت لنا عليه اللي هو لا ما تعملوش كده يعني ما تحاولوش تلخبطوهم حاجه زي كده كنت حطاها. مش هقدر ارد عليكي لان انا انت ما ذكرتيش الموقف. لو ذكرت الموقف ممكن ارد، لكن يعني قولي لي طب الموقف كان عليك. في حد عامل برزنتيشن وكان حاطط حاجه ممكن يكون جاي درس ودرس تاني يا اصبر، يعني جاي درس ودرس تاني مثلا، فانت بتدخلي درس في درس، انما هو نفس الدرس. ما هو لو شاف، لو انت حطيتي مثلا قلتي ايه وي ار ريدنج ناو وهو قال لك كلمه ريدنج، ما انا شفتها قبل كده في اكزامبل وراه. لا يا حبيبي دي مش جيرمن، دي فعل عادي عشان قبله عامل ازاي معايا، هي نفس الشغل يعني. ماشي تمام. طيب من ايضا يريد ان يعمل؟ اخر زبون مين قال اخر زبون؟ أنا جهزت حاجة بسيطة كده. ماشي. راح فين النوت بوك بتاعي؟ استنى أحد. هيا بنا يا نعيم. هيا بنا يا رجال. بسم الله. Okay, my student, now we have a practice time. So you're going to read the sentence, then answer in the chat box. So answer in the chat box. Read. Is reading. What? So for the first answer, reads. Okay, Mr. Hussein, unmute yourself. Why are you saying? What you're saying? Reads. I didn't. I was not muted, so I didn't unmute. I choose reads because I like reads. It's correct. This sentence was why you're answering as reads. Because reads is correct. But several times refers to which tense? Which tense? Oh, has read. Has read. Just to check it. Has read. Great. Wait, thank you. Okay. The next one, okay, have a look on this and answer in the chat box. As word, as yes,
like it, yeah. Okay, so I'm going great. Weird. Okay, Basma, unmute yourself. That's been amazing answer. Yes. Okay. We're saying weird. Explain the previous. Because she. But can you say many times? What? It refers to which tense? As we said in the previous sentence. Oh, I didn't see the times. Okay. Has where? Has? Where? Were. Okay. Were? Oh. Okay. Has where? Okay. Thank you. One. Okay, again, read and answer in the chat box. Has eating. Grace and Sylvia has eating. Who else wants to share the answer? Has eating. Okay, Mr. Unmute yourself. He does know. Sorry, Mr. Ravia. Yes. Has eating. Yes, have eaten. But I saw he because I see the picture. I saw the he. Yeah. Okay. Let's check the answer. Has or have? Yes. I think has eating. Let's check the answer. Okay. Have eating is correct. Okay. وبعدين. Okay, the answer. Okay, the answer of this question is please write in the chat box. Have broken. Amazing student. Amazing. Great. Is it trick the answer? Have broken. Thank you. And this is the end. طبعا نعيمة خدت 4 دقايق ونص فنشوف كده عندها ايه طبعا نعيمة شخصية اصلا لذيذة يعني بتحضر لها الحصة كلها كويسة بس هي دخلت امين شرطة في الاول فعشان كده كلنا اتخضينا يعني ما حدش عمل حاجة هي الدخلة بتاعتها كانت قوية شوية اهدي شوية نعيمة الله يكرمك ماشي كان في دوشة من عند بسمة ونعيمة ما قفلتش على المايك ولا قالت لها حتى يعني حتى بتقول انا اسفة تقول... انا قفلت المايك ساعتها انا اسفة جدا لا انت مالكيش دعوة انت مالكيش دعوة انا كمدرس بقول يا جماعة مين عنده دوشة لو انا مش عارف وبعدين المفروض ببص على الاسامي اشوف مين اللي جاي منه الدوشة واقفله فدي بتاعت نعيمة مش بتاعت بسمة بس عملتي ديسكشن وكده وطبعا احرجتي الناس اللي جاوبت يعني انت احرجتيني انا اتكسفت كده لما قلت لي انت عاملها ليه كده ريدز قلت لك عشان هي صح ما اقتنعتيش قلت لي لا ريدز وبعدين قلت لي طب السوبر مش عارف ايه كان ممكن تشغلي الحوار من الشات عادي مش لازم نعمل كده فيعني ده كان كنا احسن ندورها في الشات the person who answers in incorrect way يعني نعم؟ لا ما انت افرضي انا قلت لك زعلت وقفلت استني ثانيه واحده يا جماعه معلش خليكم معايا نعم مستر حسين هو مستر حسين بس بيعمل حاجه نعيما عندي بس تعقيب صغير ممكن خدي بالك بس وانتي كاتبه الانسرز كانت بالكابيتال لتر
فالمفروض ان هما between the يعني have او has كانوا كلهم capital H capital H. فياريت خدي بالك بس عشان دي in the middle of the sentence فلازم تبقى small letter. فعلا لما جيت اعرض والشوز السكيرت بتاعت البنت كانت جامده جدا. او الشوز المستر اللي فضحنا ده شوز فطوطه ده السيف بقى لازم ندلع البنات. بتوع المية يقبضوا على المستر ولا ايه؟ رجعلينا يا مستر كمل الاول. هروح اجيب مية لنفسي انا كمان. اشمعنى هو معلش هو قال بتوع المية جايين بتوع المية بتوع المية جايين ياخدوا الفواتير بس احنا دافعين الحمد لله. طيب بس كده نعيمه كويس بس ما تحرجيش حد يا نعيمه يا ماما. انا جاوبت وجبت كانت غلط جبت كانت صح. شغل الجروب يا جماعه ما حدش يجيب سيره حد. يعني ما تقولش مثلا يا شيماء انت ليه قلتي يا شيماء كلمه سبيك. هي مش سبيك يا شيماء هي ريد يا شيماء. لا شيماء هتروح عامله ايه؟ هتروح عامله كده وتروح عامله كده هتلاقي بعدين شيماء لفت. اه هي شيماء نفسها قالت لك شيماء لفت. ما ت احنا عددنا دلوقتي حالا 20 واحد. 20 واحد ده غالبا كده يعني ممكن يكون نفس العدد اللي هيخش لك لما تشتغل حصتك. فمش هينفع ان انت تقول له كل واحد يفتح لي المايك ويجي يفتح المايك يعلق ما يشتغلش ما يعملش. لا انت بتفتح المايك ده لو معاك 10 12 بالكثير قوي. غير كده بتشغلها تشات وكل فين وفين ما تفتح المايك لحد. الا لو انت بقى يعني انت عندك انترنت قوي طبعا ده انترنت قوي وانت شاطر ان يعني انت تقدر تدور الحوار بسرعه ما بين الناس بحيث ان ما حدش يعطل وينام ويجاوب لك في نص ساعه ويضيع لك الوقت. مش احنا قايلين ان احنا وقتنا مهم ووقتنا مش سهل نلاقيه يعني. بس عامه شاطره يا حاجه نعيمه. يعني لو حد جاوب غلط يعني يا مستر مش لازم اقول له هو شخصيا ممكن اخد الاجابه الغلط دي واناقشها يعني اقول ما هو انا اول اجابه جاوبت انا اول اجابه جاوبت قلت شي ريدز وريدز دي مش مظبوطه فهقول هي هتقول ايه reads guys do you think reads is a correct answer what else مش لازم اقول اللي انا قلتها ما اقول what else do you have another answer هلاقي واحد كتب is reading مش عارف ايه طب بعد كده اقول بقى why طب اللي قال reads ده قال reads ليه هتقول لك عشان شي في حد فيكم قال لها شي وربيع قال لها انا شفت صوره الولد هي بس ما اعرفش كان قال فين شكليها ولا بغيرها. فهو كل واحد هيبتدي يدافع عن الاجابه لحد ما اشوف انا الاجابه المظبوطه خلاص. طب هي is reading ولا ايه ولا has read؟ هيقول لك has read. Why did you choose has read؟ عشان several times. خلاص كده خلصت ماشي؟ تمام. طيب بكده احنا دلوقتي كده بالظبط يعني جينا لاخر كام فقره في المهرجان بتاعنا اللي هي هنشتغلها دلوقتي اللي هي قول لنا على معلومة واحدة تحب تنصح بيها الناس هما بيعملوا البراكتس. اكتبها لنا كده في الشات يلا عايزين نقرا. ما don't explain or read ما تقراش الجمل ما تقراش الجمل يا رب الناس تقرا الجملة دي. ما تقراش الجمل الجمل ما تقراهاش. الله ده انتوا بقيتوا يا جماعه ما شاء الله انتوا بتعملوا بارافريزنج حلو قوي. استخدم في الجمله في السلايد جمله واحده ماشي. don't read the sentences discuss the answer ماشي تمام حلو. كل دي حاجات مهمه جدا عندي بشوفها. اوعى الجمل تقراها. الله الله عشان اشوف فنانه يا بنتي والله عشان تعرف بس انا عارف انا عايز كل دول تعرفوا انا عارف عشان تعرف احنا بنقول وبنعمل. حلو قوي يا شماء نبيل. شماء نبيل دي احسن واحده اتعملت. بس يا ترى بقى اللي هيحل الجمله اللي عملتها شماء نبيل دي ليه عندنا ورده هديه. حد يعرف يحل الجمله؟ be in an active open questions are great تقريبا تقراها اوعى الجمل. الله ما تقولش اسم اللي جاوب غلط. تمام
كده نورة. ماشي. جميل 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 ولطيف. حد عاوز يسألني سؤال أو يقول لي حاجة أو يستفسر عن حاجة لسه مش باينة؟ خلاص. ممكن؟ آه تفضل. بالنسبة للوقت الفعلي، الوقت الأصلي للبراكتس في الحصة قد إيه؟ تعالي نراجع تقسيمة الحصة. الحصة 45 دقيقة. بنتكلم في الحصة 45 دقيقة والحصة 40 دقيقة، لأن في ناس بتعمل حصة 40 دقيقة، بس هو المفروض إن هي مثلا 45. لو هي 45 بتعملي 5 ورم أب و5 ليد إن، أدي كده 10. وبتعملي 15، بتعملي 25، بتعملي بتاع ده 15 اكسبلانيشن و15 براكتس، وفي ناس بتعمل 20 و10، وبتعملي 5 دقائق للبلينري. بس انا بحب ان احنا نعمل 15 و15 وممكن 10 و20، يعني 10 شرح و20 حل. انا بعمل كده، بحب بشرح اقل، بشرح اقل وبحل اكتر، عشان هو الحل ده هو اللي بيفرق وهو اللي بيفهم اكتر. براحتك انت بعمل اللي انت عايزاه، بس انا بعمل كده. والبلينري 5 دقايق بكده انت تقدري تعملي اللي انت عايزاه. بس هو البراكتس، هقول لك ليه براكتس بياخد وقت كتير، عشان خاطر في ناس بتحل الجمله. انت لو سالتي اصلا، قلت للناس قبل المنحه، يعني قبل ما نخش المنحه، انت تقدر تشرح الجمله وتحلها في قد ايه؟ يقول لك كل جمله تاخد لها حوالي 4 دقايق. ده كان قبل ما تخش المنحه. لكن بعد ما دخلت المنحه بقيت تعمل الثلاث جمل او الاربع جمل في 5 دقايق. فهو ده دي النقله. الناس كانت بتريح قوي وهي بتشرح الجمله وتحلها وتفسرها وتعملها، وكان كله بيبقى غالبا تضييع وقت، لان انت هتحل الجمله بس مش تاخد ابدا ابدا اكتر من دقيقه ونص ابدا، ودقيقه ونص دي كده كتير كمان. بس فانت لما تلاقي نفسك زي ما انا بقول لك كده بتحلي مثلا كل ثلاث جمل في 5 دقايق، يبقى هم ال 15 دقيقة هيعملوا معاكي 9 جمل، 10 جمل مثلا. فأنت بتحلي 10 جمل بس، فما تستكتريش الوقت ده على على ال... على الطريقة اللي احنا بنقول عليها يعني. لو سمحت يا مستر. نعم. أنا واقف عيني من السنة اللي فاتت عشان نشرح، بس عملت حاجة بسيطة كده بعد إذن حضرتك. يا نهار أبيض، يا إحنا أستاذ ربيع يعني، يا نهار أبيض. يلا يا جماعة، تعالوا نشوف أخوكم ربيع. ماشي اخوكم ربيع عمل لنا حاجه كده كوكتيل. يلا يا فنان ماشي ستارت. هالو ماي دير ستودنتس، اتس تايم تو براكتس، اتس تايم تو براكتس. Look at the sentences and answer the questions in your chat box. Okay. Answer in chat box, please. The first one. The first one. Yes, excellent. Is it affirmative sentence? Yes or no? Is it affirmative sentence? Yes or no in your chat book? Affirmative? Another answer, please. Yes, excellent. No. It's a negative sentence because there is a never in the sentence. Why do we choose listens? Why do you choose listen? Because the subject is he,
Excellent. Very good. The subject is singular. Yes. Why don't we choose listened? Why don't we choose listened? Because the sentence is in the present, yes, it is in the past. Very good, excellent. The second. Answer in your chat box. Yes, does. Very good, excellent. The second sentence. مستر ربيع معلش اعمل سلايد شو السلايدز مش واضحه كده كويسه اف 5 او ميك سلايد شو اف 5 احنا مش عارفين نقرا يعني حاجه اوكي يس اوكي ذس از بيتر This is the first sentence, okay? The next. What's the right answer? Does, very good, excellent. Why didn't write did in the sentence? Why didn't write did in this sentence? Because it's a present simple, or simple present. Yes, very good. The next one. The next one. Helps. Very good. Why we write helps here? Because Sarah is she, okay? Is a she, is a singular, yes. شكراً كابتن ربيع. يا خسارة يا كابتن ربيع كان يعني حتى من الرقم القياسي. معلش يا مستر. اقفل بتاع وانت عامل لي صوت في الترانزيشنز كده اقفل اقفل اقفل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بس يا عم ربيع انت طبعا عندك بوزز كتير كده بتقف وتتصدم يعني انت ابتديت متاخر 9 ثواني وبعد ما قلت ازيكم عاملين ايه انا هشتغل معاكم عملت بوز ثانيه ما عملتش سلايد شو الناس مش شايفه ماشي بس يعني احسن من الاول بكتير يعني في حاجات كلها بسيطه خالص الحمد لله نشكرك على مجهودك وشكرا ان انت كنت مصر ان انت تشتغل دي حاجة حلوة ونشوفك دايما في كل مناسبة كويسة كده زبط لنا بس الحاجات البسيطة دي وتلاقي الدنيا ان شاء الله مشيت معاك تمام باللي احنا عملناه ده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة نشوفكم على خير اول جزئين من السيشن نزلوا وشوية وهبقى انزل التالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي نشوفكم بكرة ان شاء الله الساعة 11 سلام